السلام عليكم ورحمة الله، نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحقوقي الإنساني لست وحدك. نتلمس معا إحدى مواجع إنسان اليمن الذي فرضت الميليشيا الإنقلابية عليه حروبها. حين يسقط سقف الوطن تنكشف أستار جميع أبنائه، لا ينجو أحد، تستوي في جهنم الحرب كل المدن والقرى، وللحرب عدالتها المجرمة في توزيع المآسي وترويع الأفئدة، مأساة على الشعب، كل الشعب يصبح الجميع ضحايا، والفرق فقط في التوقيت، أي ضحية يصلها الوجع قبل الأخرى، والجاني هو من بدأ الطلقة الأولى، القذيفة الأولى، الصرخة الأولى الداعية للموت والطغيان وعدم المبالاة برعونة المستكبر المغامر. فاجتاح القرى والمدن الآمنة لدى حرب عبثية فرضتها ميليشيا الباحثين عن أوهام الملك والحكم بالغصب والقهر والإجبار للناس. قرى في محافظة الضالع كانت طاوية على الجوع والفقر والحرمان ذاتها، كتركة ثقيلة لحكم الفساد المخلوع، فزادتها ميليشيا الكهوف الحوثية مواجع على مواجعها. قرى لم تسمع بها خطط التنمية ولا علمت بأسمائها منجزات الحياة، لكنها وجدت طريقها إلى نشرات الأخبار كمآس ومتارس وجبهات حرب. عشرات العائلات بصغارها ونسائها وعجزتها لملمت بعضها وهجرت من مساكنها حذر الموت قصفا وتنكيلا من جحافل ميليشيا الحوثي والمخلوع. تلك الجحافل التي انتشرت كاللعنة في سهول وجبال البلاد، الميليشيا التي لم تبقي حرمة واحدة لم تقترفها بحق اليمنيين. لم تجد هذه العائلات في قرى محافظة الضالع من ملاذ، فجهاتها الأربع مشتعلة بالنيران والأحقاد، فآوت إلى كهوف المنطقة علها تعصمها من هذا الموت الفجائي العبثي. ويا له من انتصار للميليشيا القادمة من كهوف حقد القرون وجروف الخرافة، أن أجبرت اليمنيين في هذه القرى على النزوح إلى الكهوف ليعيشوا أوضاعا مأساوية بعد أن دمرت منازلهم وفخخت دروبهم ونهبت ممتلكاتهم على قلتها، وشردتهم هذه الميليشيا في الكهوف. تبعتهم القذائف الحاقدة إلى أخاديد الجبال وكهوفها التي لجأوا إليها. نشاهد معا تفاصيل هذه المأساة في الفيلم التالي ثم نعود. نحن هنا كما ترون هربا من قذائف ميليشيات الحوثي وصالح. كما ترون الحياة صعبة هنا، لا مقومات حياة، لا ماء، لا غذاء، لا دواء. إذا شي أحد معنا مرض صعب أخذه إلى المستشفى أو إلى مكان آخر. إنهم هربوا وليش في مكان آمن، في يعني مكان يأمنهم، إنهم لا زالوا قريبين من منطقة الحرب. إحنا هاربين من الحوثي اللي قصفوا بيوتنا والحنش لنا دخيلة دخاي وقتلنا حنشانا. ماشي كهرب ولا ما ولا شيء، والنامس لي لقصنا. للنزوح معاناته وللنزوح حكاياته المأساوية. نحن نزحنا من بيوتنا بسبب الحروب العبثية التي شنها الحوثي، لأنه دمر البيوت وأهلك الحرث والنسل وفعل الجرائم التي لا يعملها الصهاينة في فلسطين. الإخوة المواطنين الذي تقع بيوتهم ومنازلهم في مناطق الحرب في يعيش الواقع بين العود ومريش، ومن تعرض القصف لمنازلهم وحفاظا على أرواحهم نزحوا إلى هذه الكهوف والجروف بين الأمطار وبين يعني كل الأشياء معرضة عليها، الآثار تأتيهم من الأمطار من الليل.
كنا في بلادنا والحفيقة تمر رجعنا سنا بيوتنا سنا بهنا مسولا معنا شي ما ولا شي ولا تلفزيونات ولا شي. المنطقة حقنا بقي بين التماس والآن هم اللي داخلها الحوثة أحرقوا المكاين لقطوا القات دمروا انهبوا البيوت صلحوا كل النكاير. معناته تقول لك أعمال ما ترضي الله ورسوله ولا ترضي إنسان عاقل ولا ترضي لا عندهم ضمير ولا قانون ولا دين ولا أخلاق ولا أي شيء. يا شيخ صالح، فالنزوح هو بالعشرات من هذه القرى مناطق الحرب، فقد نزحوا إلى عدة أماكن في منطقة هذا خلف القرى، هذه خرجوا من مناطق الحرب، وهذه هم إلا الأقلة من الكثير، عشرات من النازحين بهذا الشكل يتعرضون للأمطار ويتعرضون لكل الدمار داخل هذه الأمكنة. أين الشعارات المسيرة القرآنية؟ أين اللي هم مسيرة تدميرية، مسيرة تشريدية، مسيرة تخريبية؟ أي شعارات تالا؟ شعارات كاذبة. احنا من ابناء منطقة يعيس، سنا المدرسة رمونا، رجعنا البيوت رمونا صواريخ، الان احنا بالكوف لا ماء ولا اغذية ولا حاجة. من اللي رماكم؟ الحوافيش وصالح. احنا الرصاص ما نفتجع منهن، ونشتي كهرب ونشتي غاز ونشتي نوامش ونشتي خيام ونشتي كهرب ونشتي مواد غذائية، مللهم من صهانة مشردين بالحرب، لا ماء ولا أغذية ولا حاجة. يعني حتى القذائف والقنص تجي إلى داخل المزارع تهلكها أبادة إبادة، الآن ما لهم دخل وهم كانوا عايشين على هذه، دخلهم الاقتصادي والمعيشة هي من القات والزرع الآن هم ما عبش، لا عاد البير يشتغلين ولا عاد الزرع تنتج الأرض ولا شيء. هؤلاء النازحون يعيشون بحياة صعبة، فهم يقعون في خط التماس، يعرضون للقصف في كل وقت، ومقومات الحياة لا تجد عندهم مقومات الحياة، صعوبة في الحصول على الغاز، صعوبة في يعيشون على الحطب، صعوبة في الحصول على الماء، على الدواء، على المواد الغذائية. يعني هذا تأثير لأنهم بمنطقة الحرب لم يجدوا مأوى إلا الكوف. هذا جه لا عندنا من قصف الحوثي للجرف. ميليشيا الحوثي وصالح، نحن دفعنا الغالي والنفيس، ضحينا بالمال وضحينا بالبيت وضحينا بالأهل، القتلى الشهداء معانا بالكثير، والأضرار لا تحصى ولا تعد. النازحين يعيشون طبعا مهمشين، لا يلتفت أحد إليهم من المنظمات كبقية المحافظات، فنطالب المنظمات أن يقوموا وأن يلفتوا انتباههم إلى مريس وإلى نازحين مريس ويقوموا بدعمهم، لأنه لم يتم أي منظمات دعمهم إلى اليوم، فهم يعيشون مهمشين. نطالب الدولة بالوقوف بالنظر إليهم وبالنظر لحاجاتهم، فهم بحاجة إلى المأوى والمشرب والملبس والمأكل والعلاج والاهتمام الصحي، ففيها الأطفال وفيها النساء وفيها يتعرضون إلى الأمطار ويتعرضون إلى السواحي الثعابين والوحوش تأتي في الليل، والقنص يأتي الشظايا حق القذائف لأنهم في قريبين من القصف، لا نقول بعيدين، وإنما لا يتجاوزون الأمتار. لم يعد ينشد الإنسان من هذه الميليشيا التزاما بدين أو عرف، ناهيك عن التزام بقانون وهو أرقى ما توصلت إليه البشرية من موافيق. جاءوا من بدائية الكهوف وألجأوا الناس إليها، ولكن ضمائرهم، أخلاقهم، عقلياتهم لا تنتمي حتى إلى عقلية الإنسان البدائي ساكن الكهف الأول. من هوة سحيقة الدرك شيطانية المنبع استمدت ميليشيا الحوثي والمخلوع أخلاقياتها التي يرفضها أشد الناس بدائية.
هجرت عائلاتي ونسائي وأطفال خصمك، شردتهم من مساكنهم وقراهم واحتللتها وادعيت أن ذلك نصرة، فلما تلحقهم بقذائفك إلى ملاذاتهم؟ أي شهوة قتل مجنونة تحملون يا هؤلاء؟ ولما وفيما؟ منذ نشأوا لم يجد أي يمني إجابة مقنعة أو معقولة على هذه التساؤلات، ولا يبدو أن لديهم أصلا إجابة لها، فهم كائنات موت تعشق الموت وتعبده وتنتمي إليه، هكذا عبثا في عبث. حول أوضاع نازحي قرى محافظة الضالع سيكون معنا زميلنا محمد المريسي من الضالع، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام، كما أرحب بضيفي من الضالع الزميل محمد المريسي. مرحبا محمد. مرحبا أستاذ عبد الله. شاهدنا قبل قليل المادة التي أرسلتها ونشكر جهدك الميداني، لكن نود أن نسألك عن ما لم تستطع الكاميرا توثيقه ورأيته بأم عينيك عن مأساة النازحين هناك. نعم أستاذ عبد الله، معاناة النازحين في محافظة الضالع تزداد سوءا يوما بعد يوم، لكن هذه المنطقة منطقة يعيش التي نزح سكان هذه القرية الكثير، البعض من السكان نزحوا إلى قرى مجاورة، لكن أغلب سكان هذه القرى نزحوا إلى الكهوف وإلى الجبال. حينما تقترب من هذه الأماكن تلاحظ أن أغلب الشباب يرفض الظهور أمام الكاميرا، لأن هناك حينما يذهب بعض مدينة دمت يتم ملاحقتهم. نعم. أيضا أوضاع النساء وفي الكهوف يصعب علينا نقل هذه الصورة، نصعب توثيقها والدخول إلى حياة العائلات. نعم نعم، لذلك معاناتهم ليست مقصورة على عدم وجود الخدمات كالمياه والكهرباء، حياتهم ليس أصلا. نعم. هناك خيام معرضة للخوف، هم هربوا من قصف ميليشيا الحوثي وصالح، لكن ما زالت القذائف وما زالت الشظايا تلاحقهم إلى تلك الأماكن، ما زالوا في أماكن خوف. نعم. إذن ما زالوا معرضين للخطر حتى في أماكن نزوحهم. كم العدد التقريبي لهؤلاء محمد؟ هذه القرية مجمل سكانها 70 أسرة التي نزحت منها إلى مختلف القرى، لكن الذين يسكنون في هذه الكهوف 30 أو 40 أسرة يعانون بما تحمله الكلمة من معنى. إن أردنا الدخول في تفاصيلها فأعتقد أنك لن تجد حتى قطرات الماء التي يشربونها مجرد من أعين الجبال، الطريق لا توصل السيارات إلى هناك، لكن هم كما يعتقدون بأنه مكان آمن أقل خطرا من منطقتهم. نعم، ما هي المناطق التي نزحوا منها؟ هل هي عدة قرى أم قرية واحدة؟ أم أن لكل قرية يعني جبل وكهف آووا إليها سكانه؟ طبعا في جبهة مريس الواقعة شمال الضالع هناك سلسلة جبلية، وهناك في منطقة التماس عدة قرى، من هذه القرى قرية رمى وأيضا قرية سوان وأدمة وقهرط، كثير من هذه القرى نزحوا إلى قرى أخرى وكثير نزحوا، لكن قرية يعيث بالتحديد هذه القرية تعرضت منازلهم للقصف المباشر، لأنها تقع في منطقة التماس أو بالأصح الآن أصبحت في قبضة المقاومة، تتعرض لضربات كثيرة بالمدفعية والدبابة من قبل الميليشيا. تعرضت منازل قرية يعيث هذه، قبل أن تتعرض منازلهم طردوا من مزارعهم، كما أن شجرة القافية الأكثر انتشارا في هذه المنطقة طردوا منها وأحرقت مزارعهم، تعرض الكثير من أبناء هذه القرية للقنص من جبل التهامي ومن موقع العرفاف، هذا الموقع الذي تقع فيه الميليشيا وأيضا التابع لمديرية دمت. أيضا تواجد الميليشيا على جبل ناصة وعلى جبل التهامي هو ما مكنها من قنص القرى التي على جبل ناصة، ومنها هذه القرية التي نزح أهلها بالكامل إلى هذه القرى. القرية هذه كانت
قبل هذه الفترة من أغنى القرى ومن أغنى أهلها، أصبحت اليوم مجرد أثر وأهلها أصبحوا في الشعاب كما وضح لكم في الصورة. نعم، يعني هل حرموا تماما من مصدر رزقهم المتمثل في مزارعهم التي يزرعون فيها الكات وما شابه؟ فعلا فعلا، هذا من بداية الحرب تركوا مزارعهم وتركوا مصادر دخلهم. حينما تسألهم الآن هل أنتم تريدون تعودوا لمزارعكم، يقولوا نحن نريد أن نعيش. المزارع الكثير فقدوا أشياء، لكن الآن هم يبحثوا عن عيش آمن. يعني تركوا الآن، قد خسروا منازلهم وخسروا بيوتهم وخسروا أراضيهم، لكن في هذه المنطقة التي في منطقة وادي السيلي والسبعة وهذه المناطق التي تقع فيها الكهوف، لا يبحثون إلا عن عيش، لا يبحثون إلا عن 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 حتى تستقر الأوضاع، الحد الأدنى من الأمن ومن القوت. يعني هل تصل إليهم أي مساعدات من قبل أي جمعيات أو مؤسسات إغاثة أو ما شابه؟ هذه المساعدات دائما حينما نقترب من هذه الأسر تستقبلنا الأطفال وكأنهم يسألوننا هل حملتم لنا مساعدات. فعلا هذه المنطقة كونها منطقة جبلية لكن يصعب الوصول إليها، رغم وصول مساعدات من جمعيات محلية كجمعية الفلاح وبعض الجمعيات الأخرى، لكنها مهما أعطوها من المساعدات لا تكفيهم. هم لا يحتاجون للدقيق وللزيت وللحاجات العادية، هم يحتاجون قبل كل شيء للسكن. هم يسكنون في جروف، هم ونسائهم وأولادهم. هناك أحد الشباب حكى لنا قصة أن امرأة أرادت أن تولد ثم أسعفوها، حصلت لها مشكلة في الطريق، ليس لديهم طرق مواصلات. هذه القرية بعيدة عن كل الخدمات الإنسانية، بعيدة حتى عن المنظمات الدولية، لا يجدون ما يفترشونه تحت الأرض. نعم، هل تم أو سألت عن موضوع الرصد والتوثيق لهذه المعاناة؟ هل تم التوثيق ورصد ما تعرضت له هذه القرية وهؤلاء السكان من انتهاكات على هذه الميليشيا؟ نعم، هناك منظمات عاملة في مجال الرصد، لكن هذه القرية ربما لها صورة أخرى واستثناء آخر. أهلها يرفضون على التحديث، كثير يرفضون على التحدث، لأنهم ما زال لديهم مناطق أو ما زال لديهم مزارع تحت سيطرة الحوثيين. نعم، فهم يرفضون التحدث عن أضرارهم، يرفضون التحدث عن معتقليهم. هناك قتلاهم، هناك معتقلين من هذه القرية ربما خوفا بأنهم سيذهبون. نعم، إلى مزارعهم ثم يختطفون. لكن هذه خوفا من انتقام الميليشيا من ذويهم الذين يقعون في الأسر. نعم، يصمت السكان هكذا فهمت. الميليشيا لا تكتفي في تهجيرهم وتدمير منازلهم، بل تسعى أيضا للإمساك بهم وربما قتلهم أو اعتقالهم. كنا قد تحدثنا وتناولنا في حلقات سابقة موضوع ومأساة الجرحى المستمرة، هل من جرحى في هذه القرى المهجرة وكيف هو وضعهم؟ فعلا هذه القرى خاصة الواقعة في منطقة التماس، قرية رمه هي مجاورة لقرية يعيس، أكثر الجرحى وأكثر من 30 جريحا من المدنيين. ما زالت هذه المشكلة عالقة في الضالع بشكل عام. أنا لا أتحدث عن الجرحى في هذه القرى، ولكن نعم، جرحى المواجهات أو جرحى المقاومة، المدنيين سواء كانوا مدنيين أو من المقاومة ما زالوا في معاناة بشكل عام في هذه المحافظة التي لا يوجد فيها إلا مستشفى واحد وتنقص الإمكانيات. لكن في هذه القرى الكثير من المعاناة، سواء حتى في النقل. الضالع كما تحدث المحافظ قبل 3 أيام، الضالع مهمشة تماما من كل الخدمات. نعم، هؤلاء السكان كما فهمت أنهم يتعرضون أيضا في أماكن نزوحهم إلى القنص وإلى أخطار القذائف والإصابات، ما زالت الأخطار تصلهم. هل لك أن توضح لنا الصورة، بمعنى أن هذه الأماكن ليست آمنة
إلى تلك الدرجة ويعني التي يمكن معها احتمال انعدام الخدمات؟ فعلا رغم تعرضهم للقصف قريتهم هي كانت لم تدخل في المواجهات، أبناء هذه المنطقة ببداية الحرب لم يدخلوا في المواجهات فتعرضت وتعرضوا كل المدنيين. حينما انتقلوا إلى هذه الجبال هناك أماكن بالقرب من 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 هذه الكهوف قذائف مدفعية، كما في الصورة أيضا هناك بعض الطلقات أو السلاح الثقيل أثار الأثار الكذائف. نعم يقولون أنهم لا يستطيعون الخروج أحيانا لأخذ الماء، لأن الماء في أسفل الوادي، لأن القذائف تصلهم وكأنه عمدا عليهم، بأنه بالرغم أنهم لا يحملون السلاح. هذه القرية قرية مسالمة ومدنيين يعملون في المزارع، مزارعون وفلاحون. ذنبهم الأول أن هذه القرية تقع في حدود منطقة أو تقع في منطقة التماس. الصحفي محمد المريسي كنت معنا من الضالع، شكرا جزيلا لك وشكرا على جهدك الميداني. مشاهدينا الكرام ننتقل معا لمشاهدة هذه المادة ثم نعود. انتهى وقت هذه الحلقة، نذكركم بأن وسائل اتصالنا بكم مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. النازحون في قرية يعيس محافظة الضالع تم الرصد، في أمان الله.